رحب بحضراتكم مره اخرى في اسال مجرب. لسه انا مكمل الجوله داخل محافظه البحيره، واحنا بنتكلم على الزراعه وتحديات الزراعه. اهم شيء النهارده ان انت تستفيد من كل قطره مياه. مفيش حاجه اسمها مياه لا يمكن ان تستفاد، وده توجه الدوله على فكره. احنا بنتكلم على حصه مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، عاوزين نزود المساحات المزروعه من الاراضي واستصلاح اراضي جدا. احنا في مكان ارض رمليه بتزرع بمياه جوفيه، يعني محتاجه نوع من التعامل يكون متطور. هوريكم نموذج جميل جدا ناجح لاشجار الموالح وايضا لاشجار الزيتون. برحب بحضرتك. انا عايز اعرف احنا فين دلوقتي بالظبط، المكان ده اسمه ايه؟ حاليا انت في اول طريق الدولي العلمين تبع من الوادي الجديد على اول الصحراء، وتبعد عن الصحراوي حوالي 5 كيلو. ده تبع البحيره كلها؟ تبع البحيره. لو انا جيت اتكلم على الارض هنا، انا داخل جوه ارض رمليه، الزراعة فيها صعبة، انتم من البحيرة اساسا واراضيكم قديمة. طبعا الاراضي القديمة ولسه نقل. مظبوط. انما هنا الارض مختلفة، ايه قصتها بقى في التعامل معها؟ احنا اول ما جينا هنا بصراحة يعني كنا بنشتكي من موضوع المية شوية، وطبعا هي الارض كويسة بس طبعا لسه استصلاح فيها جديد. لسه بكر ولسه الاستصلاح فيها جديد، بس يعني كويسة لحد ما برضو هنا. يعني حوالي 3 سنين. 3 سنين. اول حاجه زرعتها ايه لما جيت هنا؟ اول حاجه انا جيت اصلا والارض دي كانت مع حد قبل مني، يعني كان فيها البطيخ، كان فيها طماطم، كان فيها ده كله، وانا يعني هي كانت متشجره من ساعه ما جيت، والشجر كويس يعني ما شاء الله. البير بملحته قد ايه؟ يعني حوالي 1800. ده بالنسبة للزراعة، كان مسبب لك مشاكل ولا الدنيا كده؟ بعض الزراعة يعني في برضو بعض الحاجات اللي ما تتناسبش مع الكلام ده، يعني انت اللي لازم تمشي برضو مع منسوب المياه. يعني كل ما المياه معاك ملوحتها ارتفعت هتغير تركيب المحصول. بدأت ان انا ادور على الحل بس انا دلوقتي لما ازرع اشجار عندي والمياه ترتفع عندي الملوحة، مش هقدر اشيل الشجر بسرعة وادور على حاجة تانية، فلازم يبقى في متابعة وفي علاج. في متابعة وفي علاج طبعا. احنا اشتكينا شوية قبل ما يعني في شركة دلتا ووتر، طبعا انا اشتكيت قبلها بشوية ان انا الاقي اي حل طبعا، وجربت حلول كتير، وجربت ان انا انقل في مكان تاني، وهنا طبعا الملوحة كلها اعتبر واحد. فاشتكيت. بتعمل ايه بقى؟ وصلت يعني بنقل من منطقه لمنطقه، تزرع بحيث في مكان ان انا تأجر لا حتة تانية. بالنسبه للميه نفسها ان انا ادق ابيار في اماكن تانية بحيث ان الميه تبقى حلوه معايا. ده البير مكلف. يعني انا لما دقيت البير مش كتير برضو، بس على حسب يعني انت برضو على حسب العمق، يعني كل ما تنزل عمق كل ما تكلف. فانا لما دقيت بير فما حبيتش ان انا ازود تكلفه، فاتجهت لاي علاج تاني يعني. ف لقيت شركة دلتا ووتر، فجبت فلتر معالجة ملوحة، فيعني الوضع معايا متغير برضو، ما احتاجتش ان انا ادق بير تاني. بدأت اغامر بقاله حوالي يعني داخل في سنة. اول ما استخدمته على اشجار ايه يعني؟ انا الاشجار عندي اتغيرت يعني، انا كان في نواشف كتير في الاشجار بسبب الملوحة. انا قبل ما ركبه كان عندي منطقة سفندي قلعتها كلها بسبب الموضوع ده. فانا لما ركبته الموضوع اتغير معايا شويه، الشجر اتغير، مفيش كميه الحاجات النواشف اللي كانت فيه. بدات اغامر بقى، بدات ازرع خضار، بدات ازرع الحاجات اللي بتتاثر بالملوحه عندي، وبقت كويسه يعني. بس فببدا كمان ازرع الحاجات اللي بتتاثر اكتر بالملوحه. اشوف بقيت اتجرأ. بقيت اتجرأ. الاول ما كنتش اقدر اعمل كده. البرتقال عامل ايه معاك؟ كويس جدا، بس هو طبعا الجو كان حر شويه، فيعني مش من الملوحه يعني، من الظروف المناخيه اللي عدت علينا الموسم ده. والزيتون عامل ايه معاك؟ الزيتون كويس خالص والله. بس الزيتون الناس بتشتكي منه على المستوى العام يعني. هو الزيتون اليومين دول برضو الجو بالنسبه له مش مناسب يعني، برضو التبشير المفروض يبقى فيه تبشير كتير والكلام ده كله، طرح كتير، بس ما يعني على كله مش. بس ده المفروض يخليك بقى تبتدي تفكر في تركيبه محصوليه تبقى مستقره، صح؟ طبعا. تخطط ارضك تخطيط سليم. انت زارع ايه تاني غير الموالح وغير الزيتون؟ انا زارع ذره صفراء، زارع عندي طبعا اشجار الزيتون والبرتقال، كنت زارع طماطم وخلصت، وعندي النخل وعندي الرمان، عندي كل ده يعني. في السنه دي تقدر تحكم على تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسيه؟ اكيد طبعا، اكيد. انا كنت بعالج بقالي سنتين وركبتها بقالي سنه. انا في خلال السنه ده ما حطيتش في دماغي معالجه الملوحه يعني. انا كنت بصرف كل سنه على موضوع معالجه الملوحه 5-6 آلاف جنيه،
الخمس ست آلاف جنيه طول السنة اللي فاتت أنا موفرهم، يعني بحط بيهم تسميدات تانية، كيماويات، حاجات بقى مفيدة، بدل ما أنا كنت بصرفهم على معالجة الملوحة. الانتبية فرقت ولا مفرقتش؟ فرقت طبعا. ما أنا بقولك، يعني أنا لحقت البرتقال، كنت هقلعه زي الشجر التاني، يعني أنا لحقته بالحل. ما هو لازم أنت يعني ما تتمداش في الخطأ، تدور على الحل. صح. بس يعني فالحمد لله بقت احسن يعني، وبدات انا غامر بالزراعات الثانيه. حلوه كلمه بغامر دي، 1200 جزء في المليون. قال لي انت بتدق البير وبتبقى مش عايز تكلفه ولا تنزل اعماق وتقعد تغير من مكان لمكان. انا بقالي سنه ما ضفتش مضادات املاح، بقالي سنه ما صرفتش، والمحصول عندي زاد، هبتدي افكر في محاصيل جديده. الحمد لله بيقول لحقت الشجر قبل ما اقلعه زي الاشجار الثانيه.